نشوف مع بعض دلوقتي زلزال تركيا، فيديو مصور زلزال تركيا. ما تنساش تدعمنا باللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. استيقظت مدينة حارة بعد منتصف الليل اليوم الاثنين 7 شباط على زلزال قوته لا نعلم مدى حتى هذه اللحظة. العديد من الأبنية السكنية على الأراضي، ما زال عدد الضحايا غير معلوم حتى هذه اللحظة. يوجد ضحايا مدنيين من أموات ومصابين، العدد كبير حتى هذه اللحظة. حارم بالكامل، مدينة منكوبة.